بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مدونه العتال المعلومات. ان شاء الله النهارده معانا لعبه جديده من العاب الاندرويد، هي لعبه ليمبو. لو طبعا لعبه ليمبو كلنا عارفينها على مستوى الويندوز وعلى مستوى الاندرويد، لعبه مشهوره جدا وفيها ذكاء كتير، ولازم الشخص اللي يلعبها يكون فاهمها وفاهم هو اللعبه طالبه منه ايه وايه قصه اللعبه وايه التحركات اللي المفروض يعملها والكلام ده كله. فالنهارده هنتعلم مع بعض ازاي ننزلها على الاندرويد وازاي نلعبها مع بعض على الاندرويد. مبدئيا طريقه التحميل، عشان في ناس كتير بتواجهها مشكله في طريقه تحميل الالعاب. هتروح على الموقع ده زي ما احنا شايفين، ده شكل اللعبة ليمبو. اللعبة كاملة معاها ملفات الداتا بتاعتها، يعني هتثبتها تشتغل معاك على طول، مش هتعمل داونلود لأي حاجة. هتنزل تحت خالص، طبعا دي صور اللعبة، بتنزل تحت خالص وبتدوس على كلمة جو تو داونلود بيج اللي هو المربع الأسود ده، لما بتقف عليه بالماوس بتدوس عليه بيحولك على صفحة تحميل اللعبة مباشرة. وانا الطريقة دي شرحتها قبل كده، طريقة تحميل ألعاب مهكرة. الموقع ده بيرفع ألعاب مهكرة وبرامج مدفوعة وحاجات من دي، تمام؟ زي ما احنا شايفين بيديني كذا كذا لينك للتحميل. طبعا هنا بيقول لك للاندرويد 2 او اعلى، وهنا لينك تاني للاندرويد 2 او اعلى، يعني اول لينكين دول زي بعض. هنا لينك للاندرويد 4 اللي هو كيت كات او اعلى، وهنا لينك تاني للاندرويد 4، يعني كل اصدار حاطط لك منه لينكين. فلو انت مثلا اصدار 4 او اصدار 5 او اصدار 6 او اصدار 7 في الاندرويد، بتحمل من اللينكين دول، يا اللينك ده يا اللينك ده، تمام؟ هو هيجي لك لينك تاني عشان لو اللينك الاولاني فيه مشكله تحمل من اللينك التاني. فانت تختار اي لينك من اللينكين دول وتدوس عليه مره واحده، هيبدا معاك التحميل. ده بالنسبه لملفات الاي بي كي. بالنسبه لملف الداتا اللي هو الفولدر بتاع اللعبه، عندك داتا اهو وعندك داتا اهو، حمل اي واحد من دول، هو هاتيلك برده لينكين للتحميل، تمام؟ يعني راجل كتر خيره ادانا كذا لينك للتحميل عشان لو في لينك فيه مشكله تلاقي البديل على طول. لو احنا مثلا حابين بقى نحمل ملف الاي بي كي، انا مثلا اندرويد 5 اللي هو اندرويد لولي بوب، فانا بدوس على اي لينك من اللينكين اللي في النص دول، تمام؟ عشان ده اندرويد 4 في جنبها علامة زائد، الزائد دي معناها ان انت اندرويد اعلى من 4، وهنا معناها اندرويد اعلى من 2، تمام؟ فاللينك ده هو اللينك ده، تمام؟ هو بس هاتك لك سيرفر 2، سيرفر 2 يعني في سيرفرين للتحميل. فهدوس على اي واحد من دول، مثلا ده زي ما احنا شايفين. لو رحت هنا هلاقي ان التحميل بدأ معايا على جوجل كروم. لو عايز احمله بالداونلود مانجر كليك يمين وهقول له داونلود ويز اي دي ام، طبعا انا عشان كنت محمله قبل كده وخلاص، بيتم تحميل ملف الاي بي كي بتاع اللعبة، تمام؟ طيب بالنسبه لو انا عايز احمل ملف الداتا، بدوس هنا على داونلود داتا، برده نفس الفكره، بيتحمل معايا فولدر مضغوط، بفك الضغط عنه وبيديني فولدر زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. بعد فك الضغط، ده ملف الداتا وده ملف الاي بي كي بتاع اللعبه. هننزل الاثنين على الموبايل عادي جدا، ولكن فولدر الداتا هنشوف هنحطه فين مع بعض على الموبايل. باخده اعمل له كوبي وبعدين بروح على الموبايل، تمام؟ او بنقله على الموبايل على طول، وبعد كده زي ما احنا شايفين ده الموبايل بتاعي اهو. هبدأ اعمل بس شير للشاشة كده زي ما احنا شايفين، وبعدين بروح على فايلز، وبعدين بروح على ذاكرة الهاتف، وبعدين بلاقي فولدر اسمه اندرويد. بدخل على اندرويد وبحط الفولدر بتاع الداتا جوه فولدر اسمه او بي بي. زي ما احنا شايفين هنلاقيني حاطط اهو الفولدر بتاع اللعبة ليمبو جوه فولدر اسمه او بي بي على ذاكرة الهاتف جوه اندرويد. خلاص دي كده خطوة مفهومة، وكل الناس الجيمرز بتوع الاندرويد فاهمين اللعبة دي وفاهمين الحركة دي. ملف الاي بي كي بتحطه عادي جدا على الموبايل زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده، تمام؟ اهي اللعبه، وبسطبه عادي جدا على الموبايل. بعد الحركتين دول بروح بقى بلاقي اللعبه نزلت لي بره بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. اللعبه اهي، هنيجي نفتح اللعبه مع بعض، هتفتح معايا مباشره زي ما احنا شايفين هنا. ننتظر شويه، اول مره هتاخد منك وقت في التحميل، بعد كده هتفتح معاك بسرعه. فهو هنا كاتب لك لودنج التحميل، نستنى شويه لحد ما اللعبه تفتح، وبعدين هيقول لك تاب تو ستارت، يعني اضغط عشان تبدا اللعبه. ننتظر شويه لحد ما تظهر لنا الجمله دي، تمام؟ زي ما احنا شايفين بيقول لي تاتش تو كونتينيو، هدوس دوسه واحده هيبدا ان هو يكمل على اخر مرحله انا وقفت فيها. بدات معايا اللعبه مباشره، هتظهر لنا دلوقتي. هي جايز تكون بطيئه شويه في الفيديو، ولكن هي مش بطيئه شويه، بطيئه كتير. انا عارف طبعا اثناء التصوير بيكون جوده اللعبه بتكون الكواليتي بتاعها ضعيف في الفيديو، ولكن لما هتنزلها على الموبايل عندك هتلاقيها سريعه جدا وزيها زي الكمبيوتر بالظبط. طيب خلينا مثلا نشوف المرحله الاولى مثلا من اللعبه. خد بالك ان كل دي مراحل انا عديتها اهي، تمام؟ دي مثلا المرحله الاولى، هبدا العبها معاكم من جديد ونشوف مع بعض. ننتظر شويه. هي وهنا الفكره كلها ان في شخص معين او طفل معين او شاب معين بيقوم، هو نايم اهو زي ما احنا شايفين، تمام؟ هو نايم هنا اهو، هتبدا عيونه تفتح دلوقتي ويقوم يقف معانا. الفكره كلها ان اللعبه دي بتعتمد على الذكاء. هنشوف مع بعض دلوقتي هو بس يقوم كده. ربنا يقومه بالسلامة، بس هي اللعبة بطيئة شوية عشان التصوير، تمام؟ زي ما احنا شايفين مع بعض اهو قام. هبدأ من الجهة الشمال على شاشة الموبايل،
هبدأ اتحرك شمال او يمين هيبدأ يمشي معايا. لو ضغطت ضغطة واحدة ناحية الشمال لفوق بيبدأ ناحية اليمين لفوق بيبدأ ينط معايا اهو. تمام، انا كده ماشي اهو، بسحب من الشمال على الموبايل، ومن اليمين لو سحبت سحبة لفوق هيبدأ ان هو ايه ينط معايا. طبعا اللعبة لذيذة جدا زي ما احنا شايفين. تمام، لو انا عايز اسحب بقى الصندوق ده بضغط ضغطة طويلة على اليمين وبشد من الشمال اهو. اللعبة سهلة جدا. بعدين نطة لفوق من اليمين بيبدأ يطلع معايا، نطة تانية هيبدأ يطلع معايا، وبعدين هنا هبدأ اتعلق في الحبل ده وهسحب لتحت من الشمال هيبدأ ان هو ينزل معايا على الحبل ده على لوح خشبي. انا بس بشرح لك طريقة اللعبة لان في ناس كتيرة مش فاهمة اللعبة اصلا بتتلعب ازاي. هيبدأ هنا طبعا، هو انا هنا وقعت فهبدأ اعيد بقى الليفل من جديد وهكذا. اللعبة فيها افكار كتيرة جدا يا جماعة، ولاحظ ان انت بتلعبها في الضلمة ففي حاجات كده هتطلع لك في الارض تخلي بالك منها وانت ماشي برضو وهكذا. تمام، انا مش هستطول عليكم في الفيديو، هسيبكم تلعبوا اللعبة. طبعا انا لو جيت رجعت خد بالك ان انت عندك تحت نقط، النقط دي يا جماعة دي عدد المراحل اللي جوه اللعبة، دي عدد المراحل اللي جوه اللعبة النقط اللي تحت دي. تمام، انا في النقطة رقم 4 اللي هي المرحلة الرابعة، المرحلة ديت بعد ما هخلص هدخل على المرحلة الخامسة وهكذا. كل مرحلة بتعديها بتكون نقطة من النقط اللي تحت. ده فكرة اللعبة بكل بساطة. لو عايز تخرج بتدوس على المربع اللي فوق على اليمين ده بيبدأ ان هو يرجعك للصفحة الرئيسية بتاعة الموبايل زي ما احنا شايفين بدون اي مشاكل. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم وتكون اللعبة عجبتكم. لعبة ليمبو لعبة مشهورة جدا كل الناس بتدور عليها كاملة. النهاردة عملنا استعراض للعبة. يا ريت لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب تعمل اشتراك للقناة وتعمل لايك وشير للفيديو، اكيد في غيرك محتاج اللعبة دي، وتعمل جول الجروب بتاعنا على الفيسبوك لان احنا كل اسبوع او كل فترة بننزل لعبة من العاب الاندرويد سواء كانت مجانية او مهكرة او كاملة معاها ملفات الداتا بتاعتها. وانتظرونا ان شاء الله في العاب جاية كتير للاندرويد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.